رفض عضو كتلة نواب الكتائب النائب نديم الجميل إخضاع لبنان لإيران وفرض ثقافة علينا لا تموت إلى هويتنا بصلة على حد تعبيره. كلام النائب الجميل جاء خلال احتفال أقيم في قسم المجدل في جوبيل في ذكرى انتخاب الشيخ بشير الجميل رئيسا للجمهورية. يوم المعركة الأساسية تبعنا هي بوجه كل واحد وهي بوجه البلد والحزب يلي عم بيجرب يفرض هويته علينا ويلي عم بيجرب يفرض ثقافته علينا يلي عم بيجرب اليوم يخدنا بالمفرق ويلي عم بيجرب يوضع ايده على كل مؤسسات الدولة اللبنانية كتلة ورا كتلة وفشخة ورا فشخة وعم بتشوفوا شو عم بيصير اليوم. كذلك الأمر مثل ما ما قبلنا بالاحتلال الفلسطيني وما قبلنا بالاحتلال السوري اليوم ما ممكن نعمل أيضا بالاحتلال الإيراني للبلد. وبعد ذلك انتقل المشاركون إلى صالة الكنيسة وكانت كلمات شددت على الاستمرار في نهج الرئيس بشير الجميل وصولا إلى تطبيق مشروعه الذي أضحى حلما لكل اللبنانيين. وقد حضر الاحتفال أيضا النائب السابق فارس سعيد إضافة إلى رئيس أقليم جوبيل الكتائبي رستم صعيبي وحشد من المسؤولين الحزبيين.